يا انت ولا انت ديروا ابوني وفعلوا الجرس لا غادي يضربكم شي واحد. كيبي كيبي كيب 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 قول يا عمر مالك كيب 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 هي فيها الجو والله الا عندك الحق يا هادي ني جبتيها شكرا لك بزاف بزاف لا ما تشكرني بلا ما تشكرني مثلا باش كثرت الشكر فهمتي احنا بعدا حيدنا على السؤال الاول ندوزو دابا السؤال الثاني. يا وين انتوما اسكت لي شويه الامتحان هذا واش ما تحترموا حتى حد يا نعم شوف شوف هيا تا واش ما وريتني انا بتوريكم انتوما وانت فراس وانا هي قلت لك وانت خاصك ينعان وما تقوليش ليا هين انا عاد وري لو انت متكيه على ورقتك باش تنشحي راسك تنسالي ونوريك ياك وها هي فيك تخرجي ما نهضروش دابا الهضره برا صافي صافي تكالما يلا خذ السؤال الاول شو هادشي كي تتغوت واش دابا نتوما تسكتوا انا غادي نخرجكم ونقول لكم الورقه انا قلت لكم صافي شقات علينا غوتات العاني باش يسمعها الاستاذ ما تخافش صاحبي راه غادي نقلو صحه غادي نقلو ليها غادي نقلو انا معاك الرجال استاذ قول لي اش بيتي واش ديك الطوموبيل الكحله اللي واقفه قدام باب المدرسه ديالك اي مالا مالا والو ولكن خاف عليها قول لها دير اتونسيون ياك دابا تتحداني تتحداني وكامل قواك العقليه هو سير وليدي انا ما تتهددش فهمتي ما تتهددش قال لك سمعتي اش قال اي سمعتي اش قال شدت عليه كاملين راه تيهددني نهار استاذ شقيتها واحد الشقه خياليه يلا نفذ المهمه شتاش قلت لك ترى طوموبيلتي مشى لا ولا ولا شاد على كريتي ويلي ويلي يا نسرين والله الا فرقع علي ديال بصح فرقع علي شنو هي والطوموبيل واش انتي معانا ولا مع غانا انا مع حتى شي واحد انا هي مع راسي ويلا نتكافى معاه وحنا تندوزو امتحان انت عقلك ما عاد فين سارح وانت شغلك تاف جهه الضرك اسري كاع انت في حالات واش العزاوي تبريكم هذا الفيديو دام سبونسوريز من وان اكس بيت الناس اللي تيستريمو تيلعبوا لعبة الجيمينغ وتتفرجوا في مباريات ما عليكم يدخلوا هذا الكود برومو هذا اللي هو حمزه 10 غادي تربحوا 130 دولار ما نطولش عليكم فرجه ممتعه وكملوا الفيديو حتى الاخر بيس ويلي 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 شاد البرد يا خويا شاد البرد واش انت صاحبي ما تيجيك لا برد لا والو لا والو الحمد لله والله الا سخون داك الشيء من عند الله سبحانه وتعالى سبحان الله كله وكيدار ليه الله انا الجسد ديالي اش نقول لك وراه المعلم تيدخل ليا البرد من شي بلايص ما تنكونش معول عليهم عرفت دابا ملي تيدخل لك من واحد المناطق غير لائقه بالجسد ديالك حيت الجسد ديالك تيتكون من طبقات ديمقراطيه وغير ديمقراطيه بما ان الجسد ديالك انت ماشي ديالك واتفق لي على الجسد ديالي وانت مصباح الجسد ديالك الجسد ديالك غادي يقلبوا معاه غادي نغطي كاع انا ما تصدرني بيه كثرت عليه المهم انا عندي لك الحل هادشي ديالك كامل واش الحل ما لقيتيه راسك بغيتي تلقاه عليا اذكر الله وحمده ياك ايه انا اللي حمار كنت جايب لك الحل واش دابا تدوب الصح قلنا اخويا هذا الحل الله يحفظك كون اخو راك الزيت راه الله يجيب السلامه وصافي لا دابا والله لا باقي قلت لك شي حاجه اصلا قمعتيني في الظلام اجي نقول لك اصاحبي ماك تقلقتي واه جلس جلس عيط نضحكوا معاك وانت خاصك علاش تقلق بنادم تيبي حاجته نتوما ما مزيانينش يلا قول اخويا الحل نشوفو عندي جوج حلول الحل الاول هو غادي تنوض المعلم تعاود العشاء العاشر والله الا فكره جهنم يا خويا عمر ما عرفتش انا داك الراس من تيطيحوا عليه هاد الافكار ولكن عرفتي فين كاين المشكل هو راه البرد ما لا قدرت انا نوض من هنا والله عندك الحق نعتيني في هذا مسخور دير واحد المزيان اما هو جيب لي الثلاجه اش بغيتي نجيب لك الثلاجه وياك ما يصحاب لك انا هو المصباح السحري صافي اخويا سكتنا قول لينا الحل الثاني الله وعسى ينفعنا ويفيدنا الحل الثاني هو تطور شيما ودابا هضرتي اول مره تدير شي حاجه زوينه فيا والله الا تنفكر نصوني عليها من الصباح انا دابا غادي نصوني عليها واش انا بغيت نبقى يدي مليك وتوقاد وضرب الفقد في راسك شويه راه الوقت تجري علي حبيبه حبيبي يا اما هادي ما تتجاوبش هي قدر هي مقلقه مني حاول معاها ياك عندك الحق واخا الو كبيده ديالي اكمل الهضره لا سكتي لاش تشوف فيا عمي حمزه هاني جاي تغدا نتلاقاو في المدرسه صافي غير خلاها الله وصافي بالي يا عمي مقلق السلام عليكم اش تتسناي والو انت مالك راه سالا الفيديو راه عرفتو سالا
اش بالك انت انا وياك واحد تحتي اما هو ولكن اللي ربح حجه نخلص عليك العشاء سيدي مشات يلا واقول هاد تحتي هو هاد الفيديو هذا غادي يفوت 3000 لايك وانا قلت هاد الفيديو هذا غادي يوصل لكثر من 4000 لايك ايوا حنا غادي نشوفو اش بعدا وقول لهم اش بغيت نقول لهم داكشي اللي تتوجد ليهم وانت تتقلب ستات سعود بحال ما طاري والو لا لا خلي داكشي حتى للفيديو الجاي ان شاء الله وانت في الراجه سيري في حالك غادي نتلحلب بالك عليا تفرح معايا